السلام عليكم، يعطيكم العافية. رح نستنى كمان دقيقتين على بين ما يدخل الناس أكثر على ال... دكتور باسل، I am gonna make you a host. تمام دكتور. إن شاء الله. خلينا نبلش هلأ بالبيدياتريك فاسكولايتس. الصوت واضح؟ في أي مشكلة؟ تكنيكال بروبلم؟ هلأ نبلش بالبيدياتريك فاسكولايتس. Vasculitis, as the name indicates, is inflammation of the vessel wall. It could be primary, يعني due to autoimmunity, هيك لحالها بلش inflammation of the vessel wall. ممكن تكون secondary, إنه المريض عنده underlying infection, صار عنده sepsis, المريض عنده malignancy, المريض عنده drug exposure, المريض عنده rheumatic condition, مثلا lupus أو dermatomyositis, يعني في إشي خلى هالvessels to be inflamed. The incidence of primary vasculitis in children less than 17 years of age is 23 per 100,000. يعني هي rare أصلا. And it accounts for 2 to 10% of the cases at pediatric rheumatology clinic. معظمهم Hinoxonlin purpura وكواساكي ديزيز. هدول بشكلوا ثلاث أرباع الفاسكولايتس. لذلك هدول الاثنين راح نركز عليهم بالمحاضرة. راح نركز عليهم بأسئلة الامتحان إلى آخره. ليش طيب؟ لأنه راح تشوفوهم كتير بحياتكم العملية. Presenting symptoms of vasculitis are variable حسب الأورجن. بشكل عام بيشوف fever, weight loss, joint pain, rash, hypertension إذا the kidneys are involved or not. أهم إشي بالvasculitis in general مش ال HSP والكواساكي alone but also all other vasculitides. أهم إشي الفول physical exam. ليش؟ لأنه الـ vessels are everywhere in your body. لذلك هدول متوقع يكونوا من الـ diseases that are multi-systemic diseases. فبدك for extremity blood pressure مثلا الناس اللي عندهم large vessel vasculitis of the aorta بسموه تكياس وارترايتس بيكون بـ one of the branches of the aorta. لذلك بيكون في عندك low or absent blood pressure in one of the upper extremities. يعني جاتنا طفلة مرة عمرها 16 سنة في أمريكا كانت عندها tingling sensation بالليفت arm ما عندها بلس. هذا التكياس وارترايتس بسموه pulseless disease. بامتحانات مرة اللي بده يقدم لبرا ويطلع رح يصادفوا أنه pulseless disease think of تكياس وارترايتس أو blood pressure أكثر من 10 مليمتر mercury difference. يعني على الرايت سايد اللي مش involved بيكون ضغط المريضة 120 على 80 على الليفت سايد اللي هو مثلا involved على سبيل المثال بيكون 100 على 80 أو 100 على 70 فهي أكثر من 10 مليمتر mercury difference between the two arms. Auscultation for بروي إذا قدرت تسمعها هي difficult مرة. Palpation of peripheral pulses. Examine the skin سواء بصير في purpura لأنه inflammation of the blood vessels بسبب لك purpura مثل الهينوكشونلين purpura أو painful nodules like polyarthritis nodosa. هاي راح نمر عليها مرور الكرام polyarthritis nodosa بس اعرف انه اذا في painful nodules عادي لو حولتهم للجلدية او للروماتولوجي. Neurological exam لانه احيانا في يعني vasculitis that affects the neurons. Fundoscopy for retinal vascular abnormalities. لو بدي احفظ شغلتين من هذا السلايد بحفظ انه الvasculitis بدها full physical examination
والبلد بريشر والبلس ان اول اكستريميتيز، والباقي لو نسيته او خربطت فيه معلش. طيب شو الجنرال ورك اب؟ الكاركترستيك اوف فاسكولايتس انه بيكون في هاي انفلاماتوري ماركرز اي اس ار وسي ار بي، مش خاصة الاي اس ار بس مش دائما في حالات الهينوكشون لين بيربرا، ما عدا الهينوكشون لين بيربرا. اما البقية الكواساكي بيكونوا مرتفعين، الاذر فاسكوليتي ديس بيكونوا فيري هاي. في الفاسكولايتس ذات افكت ذا ميديوم بلود فيزلز بيعملوا هيماتشوريا، لانه الرينال ارتريز ار ميديوم بلود فيزلز، فاليورين اناليسيس ممكن تورجيك هيماتشوريا. Imaging of choice is angiography، سواء CT angio أو MR angio أو conventional angio، بس منفضل CT أو MR angio. Diagnostic gold standard is biopsy، بس مش دائما مثلا واحد عنده vasculitis بالأيورتا أو شاكك بتكياسه، مش معقول تأخذ له بيوبسي من الأيورتا، this could lead to bleeding أو life threatening bleed. مش معقول إذا واحد عنده bleeding عفواً vasculitis suspected vasculitis بالـ CNS تروح هناك باخذ بيوبسي. أما إذا كان في مثلاً kidney involvement هي سهلة، skin involvement هي سهلة. الgold standard is biopsy but it is not always feasible. لو بدي أخذ شغلة واحدة من هذا السلايد إنه unexplained high ESR non-specific symptoms in a patient think of vasculitis، حولها إلي وبس. You are a safe physician if you have this thinking. هلا احنا كبشر بنميل للكلاسيفيكيشن عشان نقدر نميز الديس اوردرز وعشان نقدر نحط ابروتش لكل ديس اوردر. فاجوا عملوا كلاسيفيكيشن بيست اون ذا سايز اوف ذا فيزل، بيست اون ذا ابسنس اند بريزنس اوف جرانيولوما اللي هي نوع الانفلاميشن. فاجوا قالوا خلينا نقسمهم حسب الفيزل سايز، لارج فيزل فاسكولايتس تكياس وارترايتس، فيش غيرها سهله بتنحفظ. الميديوم فيزل فاسكولايتس بولي ارترايتس نودوزا وكواساكي ديزيز كوتينوس بولي ارترايتس نودوزا. البريدومينانتلي سمول فيزل فاسكولايتس ممكن تكون جرانيولوميتس او نان جرانيولوميتس، هاي الوحيده اللي مقسمه. الجرانيولوميتس اللي هم الويجنرز جرانيولوماتوسز او تشيرج ستراوس سندروم. النان جرانيولوميتس مثل الميكروسكوبيك بولي انجيتس والهينوكشون لين بيربرا. لذلك احنا اليوم راح نركز على تو تايبس اوف فاسكوليتيس، طبعا في انواع كثيره. احنا راح نركز على الهينوكشون لين بيربرا. اذا اجاك سؤال هينوكشون لين بيربرا از لارج اور ميديوم اور سمول فيزل، ات از ا سمول فيزل. جرانيولوميتس ولا نون جرانيولوميتس؟ نون جرانيولوميتس هي بالبايوبسي، بس اذا عرفت انها سمول فيزل فاسكولايتس ذس از جود. شو يعني سمول فيزل فاسكولايتس؟ يعني بتعمل بيربرا، لانه السمول فيزلز موجودين بالسكن. بينما الكواساكي اتس بريدومينانتلي ميديوم فيزل. طيب معناته شو بتعمل؟ شو بتستعمل نون سبيسيفيك راش؟ اه بس ما عمرك سمعت بكواساكي عنده بيربر. طيب وين موجوده هاي الميديوم فيزلز؟ الرينال ارتري والكوروناري ارتريز. لذلك الكواساكي بيعمل مشكله بالكوروناري ارتريز لانه هو شغلته الميديوم فيزل فاسكولايتس. اللارج فيزل فاسكولايتس طبعا قلنا هي وحده يتيمه ما في غيرها التكياس وارترايتس. فلو بدي اطلع بشيء من هذا السلايد، لارج فيزل فاسكولايتس تكياس وارترايتس بلسلس ديزيز ابسنت او لو بلاد بريشر اور ابسنت بلاد بريشر اون ذا ليمب، ميديوم فيزل مثل الكواساكي ديزيز بياثر على الكوروناري، وتشايلد هود بولي ارترايتس نودوزا بياثر على الكدني لانه اكثر لانه الرينال ارتريز. طبعا هلا واحد بيسال طب دكتوره كلهم ميديوم فيزل فاسكولايتس، ايش معنى الكواساكي مينلي على الهارت وايش معنى البولي ارترايتس نودوزا مينلي على الكدنيز؟ وي دونت هاف ان اكوريت انسر بيهايند ذس. السمول فيزل فاسكولايتس مثل الهينوكشون لين بيربرا، بس مهم تعرف كطالب انه السمول فيزل وين موجوده؟ بالسكن، فلازم تلاقي بيربرا ماشي، مثل الورجنرز الجرانيولوماتوسز او الام بي اي مايكروسكوبيك بولي انجيتس او تشيرج ستراوس عفوا الورجنرز الجي بي اي جرانيولوماتوس بولي ارترايتس او تشيرج ستراوس اي جي بي اي يوزينوفيليك جرانيولوماتوس بولي ارترايتس. طيب خربطنا ولا لسه؟ هاي بجوز اسهل او تخربط اكثر، اي دونت نو، بس هي نفس التابل اللي قبله، بس شيء توضيحي. أهم إشي هلأ رح نتطرق له قلنا شغلتين، الكواساكي ديزيز
والهينوكشونلين فيربرا. الكواساكي ديزيز is a multi-system disease or a vasculitis of the medium vessel. It is the most common vasculitis, among the most common vasculitis in children, more in Asians, especially in Japan. هلا الانترستنج about Kawasaki disease انه في ناس of Japanese descent او origin اصلهم من اليابان هاجروا للولايات المتحدة الامريكية و still the incidence of Kawasaki disease اعلى بهدول الاطفال. فصاروا يبحثوا إذا في genetic underlying predisposition أو لا. يبدو أنه في، بس يبدو أنه إحنا لسه ما وصلنا للأكتوال جين أو HLA مثلاً structure تبعهم دول الناس. بس يعني هو أصلاً عشان هيك اسمه كواساكي، لأنه الاسم ياباني، هو عالم ياباني اللي وصف الديزيز. كواساكي بصير age under 5 years. من شان الله إذا بعطيكم فر على طفل بالامتحان أو بالأورال إكزام، إذا بجيب لكم طفل عمره 12 سنة وعنده فيفر، differential diagnosis مش كواساكي، إلا إذا بده يكون atypical. This is very rare. بس عادة الايج less than 5 years. يعني أنا ممكن أجيب لك طفل عمره 4 سنوات عنده فيفر، طفل عمره 5 سنوات، هيك إشي. أما ما بجيب لك حدا كبير، أو لا تحط لي differential diagnosis بواحد عمره أكثر من 7 سنين. It is rare after 7 years of age. والبيك at 2 to 3 years. لقوا انه في بيك between February and May، بيعتقدوا انه ممكن يكون viral related to viral infections. هي كلها theories. والincidence in the US is 6 in 100,000 in age less than 5 years. ما بعرف اذا حدا بيطالبكم بالincidence، انا مش رح اجيب عليه اسئلة honestly. اذا لقيتوا سؤال هذا مش مني بالارقام. انا بطالب بالdiagnostic criteria لانه هدفي انك تصير انت safe physician. طيب كيف بدي اشخص كواساكي؟ كلينيكال دايجنوسيس، في عندك كرايتيريا، they have to fulfill the criteria. Fever more than 5 days plus 4 or more of the following. هدول بدك تحفظهم حفظ صم. Bilateral non-suppurative conjunctivitis، يعني ما في discharge. Non-suppurative يعني عينه بالعامي، كيف بدك تسأل الأم؟ عينه بتغذي؟ ما بتغذي. في مثلا إفرازات بعيونه؟ ما في. It's non-suppurative، بس بتكون عينه حمراء. Mucous membrane changes like dry cracked lips أو strawberry tongue. Pleomorphic rash mainly truncal، يعني ممكن يكون بأي شكل وأي لون. Posterior cervical lymphadenopathy more than 1.5 cm in diameter، يعني lymph nodes الصغيرة اللي أنت حاسسها لكنها صغيرة about 0.5 cm in diameter is not lymphadenopathy. Extremity changes like edema, periungual desquamation, etc. In the absence of other etiologies to explain the symptoms. لأنه ممكن أنا بالامتحان أجيب لك هاي البيكتشر على واحد عمره 5 سنوات، واللي هي 5 إلى 15 هو الايج of streptococcal infection وscarlet fever وما إلى ذلك، وأقول لك هذا عنده skin rash وعنده fever for more than 5 days، لكن عمره 5 سنين وعنده positive throat culture for strep. خلص هاي it explains the symptoms. فأنا ما بقعد أدور، حتى لو عنده cervical lymphadenopathy أو عنده fever أكثر من 5 أيام. لذلك it's very important in the absence of other etiologies to explain the symptoms. هلأ هذا اللي لازم تعرفه أنت كطالب سنة رابعة، لازم تعرفه. إذا بتخربط فيه يعني إما بتخسر علامات أو إشي، لأنه you will see this frequently برابعة وسادسة وبالكلينيكال. إحنا بنجيب الأسئلة اللي بتساعدك تكون طبيب كويس، فبالكلينيكال حيمر عليك بالإسعاف كتير ناس زيها. What if the patient has fever and only 2 or 3 of other criteria? يا عمي شكله كواساكي بس هو is not fulfilling the 4 criteria، بس عنده 2 أو 3 بس شكله كواساكي مش عاجبني. اعرف انه في اشي اسمه incomplete كواساكي، واعرف انه once you open the red book او you put on Google incomplete كواساكي diagnostic criteria راح يطلع لك من الأمريكان هارت أسوسيشن أرتيكل، فيها هاي الرسمة أو بالريد بوك موجودة أو أونلاين موجودة، إنه إذا في فيفر for 5 or more days وفي some criteria but not all of Kawasaki، you see إذا كان الكاركتيرستيكس of the patient consistent with Kawasaki disease، شوف CRP، شوف ESR، إذا كانوا elevated دور على more supplemental criteria مثل الألبوم اللو ألبومين، مثل الأنيميا، مثل الإليفيتد ALT، مثل الثرومبوسايتوسيس، مثل اللوكوسايتوسيس، مثل الستيريل بايوريا إلى آخره. فإذا لقيت 3 or more supplemental criteria treat like
كواساكي and do an echocardiogram. إذا كانوا أقل do echocardiogram وهكذا. مش المطلوب منك تحفظ هذا أبداً، ولا رح أجيب لك بالامتحان واحد incomplete كواساكي وأعقدك فيه عشان تحط لي differential ولا إشي زي هيك. بس المهم إنك تعرف إنه incomplete كواساكي كان occur، فعادي لو حطيتها بالdifferential diagnosis of fever وراش بواحد أقل من 5 سنوات. أنا بالنسبة لي من ناحيتي مش راح أطالبك بالsupplemental criteria. This is way beyond your level أولاً. ثانياً this is not an emergency. يعني افرض أنت درستك ياهم وأنت بعد شهر نسيتهم وإجاك مريض على الإسعاف وأنت لحالك، شو يعني بفتح هالكتاب؟ شو يعني بروح على جوجل؟ شو يعني؟ يعني you're not gonna kill a patient if you forget incomplete Kawasaki. But you're gonna delay his management إذا أنت واحد straightforward screaming Kawasaki عنده كل هالكريتيريا and you still missed that patient. Kawasaki disease clinical manifestations بمر بثري phases. يعني acute phase 1 to 2 weeks تستمر. High fever without source, conjunctival erythema, mucosal changes, strawberry tongue, cervical lymphadenopathy. لاحظ أنه ممكن يكون في irritability. ممكن يكون في abdominal pain. كتير ناس من الكواساكي بينعملهم LP لأنه عنده irritability وعمره سنتين ومش متأكدين من المينينجيال ساينز لأنه المريض مش cooperative. فكتير مرات بنعمل LP وبطلع free. Abdominal pain بيصير عندهم gallbladder hydrops. كتير مرات ما بتعرف السورس الفيفر لهدول المرضى وبيكون irritable. طب ليكون عنده مغص أو إشي، خاصة إذا عمره حوالي سنتين أو سنة ونص، بنعمل له ultrasound of the abdomen بطلع gallbladder hydrops. ممكن carditis this is rare بس شفناها مرة واحدة this is rare. أو giant coronary artery aneurysms it is rare to happen now بس ممكن تصير بعدين. هلا بنحكي عنها بالconvalescent phase. It occurs more commonly in very young children. هلأ هاي شفتها بحياتي مرتين. وكان الطفل بيبي عمره شهرين. It's very unusual إنك كواساكي خاصة تحت الست شهور. Very unusual. But it happens. It occurs. فالمرضى هدول اللي شفتهم مرتين في أمريكا كانوا يعني they were treated as neonatal sepsis بس ما طلع إشي بالكلتشر. وthey ended up إنه رجع مرة تانية بسيمبتومز وإريتابل. فحدا قرر يعمل إيكو ليكون هالفيفر source of infective endocarditis أو the source of the fever عفواً was infective endocarditis. فاكتشفوا إنه عندهم multiple giant coronary aneurysms. عشان فهي ممكن تصير بس بالvery young. عادة male children are more likely to have complications. subacute phase يعني لو تركته بحاله ما عطيته IVIG ولا عالجته بصير resolution of fever in another 1 to 2 weeks. يعني أول أسبوع أسبوعين عنده symptoms، ثاني أسبوع أسبوعين ببلشوا يخفوا هالsymptoms وببلش الdesquamation وببلش thrombocytosis. هون بصير thrombocytosis. والconvalescent phase هي الفاز اللي بصير فيها coronary artery aneurysms. عشان هيك الفولو أب منخليهم على aspirin عبين ما يصير عندهم عبين ما يروحوا follow up with cardiology and cardiology will clear them at 2 months 6 to 8 weeks of the illness. ولما يقولنا الكارديولوجيست ما شفت coronary aneurysms at 6 to 8 weeks of the illness خلص بوقف الاسبرين، معناته ما في risk of يعني coronary artery aneurysms after that. Risk factors مين اللي بيصير عندهم coronary artery aneurysms؟ هذول مهم تعرفوهم برضو. prolonged fever, prolonged elevation of sed rate, male gender, age less than 1 year or more than 6 years. يعني الاكستريمز الاتيبيكال هدول اللي ما بيجوا يعني بالعمر الطبيعي للكواساكي. poor response to therapy اللي هو بتضل تعطي IVIG بتضل ترجع السيمتومز. backup of كواساكي disease. طبعا احنا لما قلنا فيفر وراش ولنفادينوباثي ممكن هلأ واحد فيكم يحط لي 100,000 differential diagnosis. اللي بده يقول لي strep، اللي بده يقول لي adenovirus، اللي بده يقول لي non-specific viral illness، بجوز parainfluenza virus هذا، بجوز upper respiratory tract infection، يا عمي بجوز sinusitis، واحد بيقول لي بجوز pneumonia، بجوز abdominal pain، بجوز أي إشي. لذلك الworkup بدنا urine analysis ما يكونش UTI، بدنا CRP وESR، بدنا blood cultures. لأنه ليش كمان قلنا كواساكي أنا I diagnose in the absence of etiology، فأنا I want to rule out any other etiologies of these fever symptoms. ESR و CRP, CBC for the platelets برضو بيساعدني إذا كان في thrombocytosis. Echocardiogram during the acute phase. Then you have to follow up. لأنه إذا كان normal initially, قلنا most of the coronary aneurysms are developed during the convalescent phase واللي هي بعد 4 أسابيع
تستمر لحد 6 إلى 8 أسابيع of the initial السلايد بدك تحفظه زي اسمك اللي هو التريتمنت اوف كاواساكي والاولاني اللي قلنا نحفظه منيح اللي هو السيمبتومز كلينيكال في اي جي 2 جرام بير كيلو انفيوزد اوفر 12 اورز يوجوالي ذا بيشنت ريسبوندز كويكلي 10% دو نوت ريسبوند سو يو ماي ريبيت اي في اي جي امتى اذا مر 48 ساعه وفي ناس بيقولوا 36 ساعه بديش استنى لل 48 وصار في فيفر بمعنى انه الفيفر خلال اول 24 ساعه بعد الاي في اي جي شو يعني بعد ما ينتهي الانفيوجن لانه الانفيوجن على ال 12 ساعه افرض على 6 المساء انا بلشت اي في اي جي انفيوجن خلصته على 6 الصبح من ال 6 الصبح بعد 36 ساعه او 48 ساعه وبشوف الفيفر قبلهم متوقع الفيفر بعدهم اي ريبيت ذا اي في اي جي Aspirin, أول إشي من بلشو anti-inflammatory dose, 80 to 100 milligram per kilo per day, divided every 6 hours. And then once the fever resolves, من نزلو anti-thrombotic dose. طيب, بعد ما تروح الفيفر بقديش, في ناس بقولوا 24 ساعة, وفي ناس بقولوا لا 48 ساعة. بصير هيك وبصير هيك. You go to the anti-thrombotic dose once daily, 3 to 5 milligram per kilo per day, daily for 6 to 8 weeks. لحد ما الكارديولوجيست يشوفه على 6 to 8 weeks ويقول لك هذا المريض ما عنده coronary artery aneurysm. طب أنا إذا تركته لحاله وبحاله ما أعطي it resolves without complications لكن في عندنا 15-20% يعني حوالي 5 المرضى if untreated they will develop coronary artery aneurysms فأنا إذا بعطيه IVIG بنزلهم من 20% إلى 2% if treated with IVIG. percent means انه في 2-4% حتى لو اعطيت ال IVIG هم عندهم coronary artery aneurysms رح يصير. هيك منكون خلصنا الكواساكي والمطلوب من الكواساكي. بيطلع علينا الهينوكشون لينفترا. This is a very common disease. هلا اليوم إجاني برضو تليفون عن مريض هينوكشون لينفترا. It's an IgA mediated small vessel vasculitis. فيها deposition of IgA in small vessels of unknown etiology. لذلك لو أخذنا بيوبسي سواء من السكن أو if this involved the kidney لأنه قلنا it's a small vessel vasculitis يعني هاي موجودة بالجلوميرولاي وبالكيدني بارينكايما وموجودة بالسكن. It often follows upper respiratory tract infection. 70 to 80% or other illnesses. ممكن streptococcal illness. Peak age 3 to 8 years and in winter months. يا جماعة في noise إذا حدا بيقدر يعمل ميوت للميكروفون إذا في noise somewhere. Males to female ratio is 2 to 1. The onset is acute or insidious over weeks or months. يعني في مرات بتقول لك الأم بارح ما كان في إشي واليوم إجا عليه راش وفي زي كيس دخلت عنا قبل أسبوعين كان عنده abdominal pain وvomiting non-specific كل إشي تاني normal for one week وما عرفنا شو سببه وبالآخر صفى أنه أخذ شوية antibiotics وكان بشبه الأبندسايتس تصور CT scan ما طلع appendicitis بعدين طلع الراش over the skin فقلنا خلاص this is HSP ريحنا بس أحياناً بيكون over weeks يعني مش دايماً بيكون acute onset مرات الابدومينال pain والother symptoms like joint pain swelling they precede the rash يعني مش دايماً الراش بيكون بالأول بعدين السيمتومز الثانية برضو هاي عملوا لها classification عشان يساعد الديagnosis purpura or PTKI with lower limb predominance is a must يعني ما بصير تقول هينوكشون لين purpura وانت ما عندك purpura ما بصير تستبق الأحداث يجي واحد أبدومينال بين تقول هذا أكيد هينوكشون لين بيربرا بس لسه ما طلع الراش روحه وتعال لا you have to work the abdominal pain out فلازم يكون عندك بيربرا عشان تعطي الدياجنوسيس بس one or more of the following arthritis or arthralgia يعني حتى لو بس pain it is a diagnostic criteria abdominal pain histopathology demonstrating IgA deposition سواء أخذتها من السكن أو من الكدني أو renal involvement
المريض اللي شفناه قبل أسبوعين وقعد أسبوع وما عرفنا إشمال الأبدومينال بين وبعدين طلع عنده الراش وطلع اتش اس بي كان initial urine analysis normal اليوم إجا على الإسعاف حكوا معي he has 8 to 10 red blood cells in the urine. فالرينال involvement مش دائما بتكون من الأول عشان هيك إحنا منتابع هدول المرضى وهلا رح نحكي عن الفولو. الراش ممكن to start as maculopapular yes بس لازم يتحول لPTKI or purpura وعادة within few hours or few days بتحول رأسا. A dependent or pressure bearing areas mainly the lower limbs بعتقدوا إنه الإميون كومبلكسز تقيلة فالجرافيتي بتنزلها على lower limbs هاي theories يعني. It comes in crops interval 4 to 6 weeks in 2/3 of the patients. هذا مهم ليش؟ لأنه الأم شو بتعمل؟ بتشوف الراش بلش هالراش يختفي بتقول آه الحمد لله الولد عم يتحسن. بعد 4 أسابيع أو الشهر اللي بعده بيجي هجمة تانية بيجي another crop. فشو الأم بتعتقد إنه يي هذا صار ريلابس ولا شو أعمل فيه ولا ابني مش راضي طيب. فهذا بمر بكروبس فthey should understand إنه for several months this rash could come and go and that's okay. 1/3 to 1/2 they have recurrence in the first 6 weeks but can occur 1 to 2 years later. يعني برجع على المريض بتقولها آه في جزء كبير برجع خلال شهرين بس ممكن يرجع بعد سنة أو سنتين ممكن بس less common. Recurrences are usually less severe but with similar characteristics. شو يعني؟ يعني هالمريض تبعي اللي هلأ حكينا عنه إجا abdominal pain most likely لو بده يصير عنده relapse بده يصير عنده abdominal pain. بينما مريض تاني إجا بأرثرايتس لو بده يصير عنده relapse بده يصير عنده arthritis مع السكين راش طبعا بس بيكون أقل. Other clinical manifestations is angioedema and this can precede purpura. شفنا زمان مرة واحدة أنا شفت إشي زي هيك. He presented with scrotal swelling وفكرنا أنه عنده torsion testis. بس ممكن يكون برضو الangioedema at other areas يعني مش شرط dependent areas. ممكن يكون بالeyelids. ممكن يكون باللبس. ممكن يكون بالdorsum of the hands and feet. مش بس بالscrotum or dependent areas. It can be independent of the site. فراش يعني مو شرط يطلع الراش بنفس مكان الانجيوديما ومرات نفس الاشي بيجيك عنده انجيوديما باللور لمب فبتلاقي رجله بيقول لك ورمت رجله كلياتها مش بس المفصل هاي ذس از انجيوديما. سكروتال سويلنج اند بين يو هاف تو رول اوت تورشن دائما فكر انه تورشن ولا لا فخليهم يعملوا دوبلر التراساوند. Arthritis or arthralgia in more than 2/3 of the patient. Knees and ankles are the most common sites. It is serous non-hemorrhagic effusions and resolves in less than 1 week. It's a benign, ما بتعمل erosions ولا أي شيء, مش chronic arthritis. هي هيك بتصير بالطريق مع as part of the HSP. It is non-destructive. GI كتير مهمة لأنه in 2/3 of patients ومنهم مريضي اللي جاء بالأسبوعين وحكينا عنه هلا بيجي بانترميتنت colicky abdominal pain, enlarged mesenteric lymph nodes. هذا المريض كان فيه عنده enlarged mesenteric lymph nodes. Segmental bowel edema كان في عنده bowel edema وقالوا ليكون gastroenteritis. المريض كان عنده loose stool وكان عنده amoeba in the stool فافترضنا بالأول أنه gastroenteritis and we started treatment as such بعدين طلع الـ HSP rash فريحنا هاي هو diagnosis. Peritoneal exudate مرات بيشوفوا free fluid. Severe GI bleeds and intussusception occurs in less than 5%. But these are important complications لأنهم ممكن يكونوا life threatening. The bowel perforation is rare بس فكر فيها. طب أنا ليش بهمني هدول الـ bowel perforation والـ GI bleed؟ لأنه أنا بكيف بعالج الـ GI manifestations of HSP؟ بالستيرويدز. والستيرويدز ممكن تعمل لك GI ulcers. فأنا لازم أحط لهم proton pump inhibitors أو antacids at the same time. فدايما دير بالك لما بدك تعالج GI problem إنه the treatment is steroids وبما إنه هو at risk أصلاً of perforation أو severe GI bleed لازم تحط له معها proton pump inhibitor. Renal in 1/3 of patients مش كلهم بس ثلثهم لكن ممكن يكون عندهم hematuria زي ما صار مع مريضنا اليوم لما حكوا معاي proteinuria لسه ما عنده proteinuria أو both بس proteinuria is worse لما تشوف proteinuria بتقلق بدك تحكي مع النيفرولوجيست بدك تستشيره. It's more predictive of risk of nephritis. Ask for the risk of renal disease is highest in the first 3 months of the disease. لذلك بنعمل urine analysis more frequently. Screening is critical. يعني لازم تعيد urine analysis multiple times. هلا بنحكي عنها.
الأكيوت رينال فيلير والكرونيك رينال فيلير ار رير بس they happen، لذلك أنت لازم تكون كوشس إذا في كدني مانيفستيشنز فولو ذيم أب. قلنا للمريض اليوم يرجع بعد أسبوع يعيد اليورين أناليسيز ويقيس ضغطه، وحكينا للنفرولوجيست هذا ديكريس فاكتور 13 از اسوسييتد وذ انكريس نفرايتس ريسك. على فكرة بهاي المحاضرة المحطوط بالأحمر هو العكس، هو اللي مش مهم ما راح أسألكم فيه، ادرسوا بالأسود بهاي المحاضرة. HSP non specific diagnostic test بجوز يكون هاي وايت بلاد سيلز، بجوز يكون هاي بليتلتس. مريضنا هذا اللي حكيت لكم عنه كانوا البليتلتس على الابر سايد 490 ألف شيء زي هيك، او الابر ليميت 450 ألف، كانوا اليفيتد. اي صار عند مريضنا كان نورمال بس مرات اليفيتد. هاي سيرم اي جي اي ان هاف اوف ذا بيشنتس، شو يعني؟ يعني الاذر هاف از نورمال. اي ان اي روماتويد فاكتور انكا شود اول بي نيجاتيف عشان تقول هي اتش اس بي، لانه الانكا اسوسييتد فاسكولايتس اللي هم الويجنرز جرانيولوماتوسيس والتشيرك ستراوس والمايكروسكوبيك بولي انجيايتس بيكونوا بوزيتيف فور انكا، ماشي؟ فعشان هيك ممكن نعمل لهم يعني جاست رول اوت اذر كوزز فاسكولايتيدس. على فكره مريضنا وان اوف ذا انكا انتي بوديز كان بوزيتيف، فما بنعرفش فولس بوزيتيف ولا لا، رح نعيده المره الجاي. بايوبسي عاده اما من السكن او الكدني. الكلينيك الدايجنوستس كلينيكال موست اوف ذا تايم يو فولفيل ذا كرايتيريا يو جيف ذا دايجنوستس وخلصنا، بس احيانا اذا اف يو ار ان داوت ممكن تاخذ سكن بايوبسي. كيف يعني اي ام ان داوت؟ اجتني مريضه مثلا اول شيء عمرها 12 سنه شوي كبيره، بعدين الراش كان له شهرين ثلاثه، بعدين الراش كان اوفر ذا فيس والابر لمبس والترنك. طب شو هذا مع اللور لمبس از ويل؟ يعني الديستريبيوشن مش تيبيكال اوف اتش اس بي، فهي طلبنا لها سكين بايوبسي. راحت تعملها وما رجعتش لحد الان، لها بجوز اكثر من 4 شهور. كدني بايوبسي اذا في عنده رينال بروبلم بتشوف الميزنجيال ديبوزيشن اوف اي جي اي، مرات الاي جي ام والكومبلمنت، بس اهم شيء ديبوزيشن اوف اي جي اي. اتس ان اي جي اي ميدييتد ديزيز، ات از سيلف ليميتد، فطمن الاهل انه هاي سيلف ليميتد فاسكولايتس وذ اكسلنت بروجنوسيس. انيشال تريتمنت از سيمبتوماتيك بس bowel rest, slow titration of diet, non-steroidal إذا في joint pain. دير بالك إن non-steroidal برضو لأنه في عندهم risk of GI bleed. أعطيهم مياه مع proton pump inhibitor. Frequent urine analysis in the first 3 to 6 months. هلا بنحكي how frequent. Steroids indications هي كتير مهمة. تعطيهم إذا في GI manifestations أو CNS manifestations أو disease refractory للconservative treatment ومغلبهم كتير، مثلاً arthritis مش راضي يطيب إشي زي هيك، بس rarely. عادة the two indications الأكيد CNS و GI، وقلنا GI بيصير بـ 2/3 of the patient، فmost of the time زي مريضي هذا ماشي على steroids عشان GI involvement. PO or IV steroids ممكن تعطيهم either way. إذا بيقدر ياخد PO زي مريضنا بياخد 1 to 2 milligram per kilo per day for 2 weeks and taper over additional 2 weeks. هالمريض أعطينا أقل لأنه كانت symptoms عنده خفيف. هذا كتير مهم بالنسبة لك ككلينيشن، أما بالامتحان مش راح أجيب لك لأنه هذا مش متفق عليه، هذا مختلف فيه. قلنا أنه most of the time إذا في renal involvement بيكون in the first 3 to 6 months. لذلك في ناس بيقولوا أنا conservative شوية مش كتير، وناس التانيين بيقولوا أنا conservative كتير. اللي شوية بقول لك repeat urine analysis every 1 to 2 weeks for 3 months. بعدين every 1 month. for another 3 months. هي غطينا 6 أشهر اللي هم الهايست ريسك اوف كدني انفولفمنت. بعدين every 2 months for another 6 months. هي غطينا سنة كاملة وخلص حل عنا المريض إذا كلهم نورمال. or repeat urine analysis. واحد بيقول لك لا أنا خايف كتير، once weekly for 4 months and then every 2 weeks for 2 months. هي غطوا 6 أشهر بس more يعني frequent screening. then every 1 to 2 months for another 6 months. هيك بصير وهيك بصير. مثلاً مريضنا ما كنا ناويين نكون كتير conservative، بس لما عملنا اليوم urine analysis بعد ما كانت normal طلع عنده RBCs، فأنا تحولت من هون لهون، بدي إياه weekly هلأ يعمل إياه عشان أنا خايف عليه. واحد ما عنده تأمين ممكن تاخذ less frequent، بس ما بصير واحد تقول له آه ما عندك تأمين خلص أنا حزنت عليك، روح كل 3 أشهر اعمل لي urine analysis مرة. No, this is not the right thing to do. Refer to nephrology if persistent hematuria أو بروتينيوريا أو هايبرتنشن. هدول الثلاث شغلات اللي لازم تراقبهم عشان تقرر أعمل له ريفيرال ولا لا. بروغنوسيس بتطمن الأهل it's excellent in most cases، بس poor prognosis if the patient develops mixed nephrotic and nephritic
syndrome, يعني في بروتينوريا وفي هيماتوريا وفي كاستس in the first six months of the disease or if low factor 13 activity. عادة ما كناش نعمل factor 13 روتيني ولا حتى بأمريكا للمرضى الـ HSP إلا إذا عندك persistent مثلاً هيماتوريا بمريض أو إشي بتصير تشوف إذا هي at high risk ولا لا. لحد هلأ خلصنا الأشياء المهمة بالنسبة لكم كمحاضرة كامتحان وكحياة عملية لما تخلص كطبيب. الأذر vasculitis اقرأ واستمتع، يعني من هون وطالع أنت اعرفهم لمعلوماتك كطبيب عشان تكون واحد شطور وكويس. polyarthritis nodosa systemic type ممكن تيجي بإنفاركشن، فإذا واحد ما هواش in sepsis وفجأة إجا بإنفاركشن of the upper limbs lower limbs والديجيتس قاعدة بصير لها necrosis و falling off وإشي زي هيك، فكر ببوليارترايتس نودوزا والدياغنوسيس إز بايوبسي، خد له بايوبسي خلي الباثولوجي يشوفوا لك إيش فيه. في سيستميك تايب وفي كوتينيوس بوليارترايتس نودوزا اللي هي less severe وdoes not involve the vital organs مثل الليفر والكيدنيز والهارت. نعم بل دقيقة بخلص الميتنج. عشان هيك احنا هدول مش مهمين هلا يعني منخلصهم. انا عندي دقيقتين ونص ولا لا؟ تقريبا فهدول راح نخلصهم لانه هدول مش مهمين. المهمين الاتش اس بي والكواساكي خلصناهم. هدول اقرا واستمتع بس لمعلوماتكم. التكياس وارترايتس هاي بتتشخص بالام ار اي واللي بتشوف فيها هون شوف نروينج significant narrowing of the aorta branches وهذا البلسلس ديزيز. وتذكروا انه بدنا انجيوغرافي ام ار اي سي تي اي او كونفنشن، هدول بيتر ذان ذا كونفنشنال انجيوغرافي. اذر برايمري فاسكولايتس قلنا الانكا اسوسييتد فاسكولايتس مثل الجرانيولوميتس بولي انجيتس او ويجنرز مايكروسكوبيك بولي انجيتس وهذا مينلي بيصيب الكيدنيز او تشيرك ستراوس اللي هو نيو اونست ازمه، واحد عمره بحياته ما صابه ازمه على 19 سنه صار يعاني من ستيرويد ديبندنت ازمه. ثينك اوف ذس فاسكولايتس. هدول ليش مهم تو ثينك اباوت ذم الانكا اسوسييتد فاسكولايتس؟ لانه المورتاليتي فيهم عاليه ورينا الانفولفمنت السيفير. اف انتريتد تشيرك الانكا اسوسييتد فاسكولايتس مورتاليتي ابروتشز 100%. You don't have to know these لأنه ممكن تحولهم للروماتولوجي. I think this is for... ففي حدا بيحب يسأل إشي عن الشغلتين المهمات الـ HSP أو الكواساكي؟ دكتور الـ patient اللي كان عنده HSP كم كان عمره؟ مريضنا كان 8 سنة 8 أو 9 9 هو اليوم إجا كان نيو هيماتوريا بس نيجاتيف بروتينوريا وما حدا قاس البلد بريشر لأنه لما إجا أعطى اليورين أنالسيز وروح مع أبوه بعدين حكينا معه فما عندناش بيشنتس. لأني أنا شفت قلنا له يجي عشان يقيس ضغطه. شفت كيس نفس البرزنتيشن بس كان عمره 12 سنة فأنا عشان هيك استغربت لأنه هو الـ HSP بس لحد 8 يعني حسب السلايدز. هلا هو ما في cut off points بالميديسن. This is a very good question. ما في إشي 100% إنه بعديها ما بيصير إشي less common أو rare. بما معناه إنه لما تشوفوا ال 12 سنة بنعمل له أنكا لأنه you want to look for other vasculitis. ليكون مش HSP زي ما ذكرتي it is uncommon تحت فوق الثمان سنين. فليش هذا HSP فوق الثمان سنين؟ لا ليكون other vasculitis. فمش معناه إنه مستحيل يصير بس معناه إنه you should look for some other causes of vasculitis.